انتهت بعثة مملكة البحرين للحج زيارتها للمدينة المنورة، وقد وقف رئيس البعثة البحرينية فضيلة الشيخ عدنان القطان على كافة التجهيزات والخدمات المقدمة لحجاج المملكة. الزميل صالح يوسف والتفاصيل. في أولى محطات بعثة مملكة البحرين للحج، استهلت البعثة رحلتها المباركة بالمدينة المنورة، حيث يتواجد عدد من الحملات البحرينية. وللسنة الثالثة على التوالي تواصل البعثة تعاقدها مع مستشفى العقالي السعودي الذي يعد من أكبر مستشفيات المدينة النبوية. تم التعاقد مع هذا المستشفى المكون حقيقة من 4 عيادات موزعة في المدينة. تم اختيار هذا المستشفى لقربه من حملات الحج البحرينية، ونحن الحقيقة نشكر الإخوة في مستشفى العقالي. فأي حاج بحريني يحتاج للعلاج، ما عليه إلا أن يبرز بطاقته الهوية ويتلقى إن شاء الله العلاج المجاني. خدمات المستشفى ذات المستوى الطبي الرفيع احتوت على جميع التخصصات العلاجية، وضمت كوكبة من الأطباء من ذوي الكفاءة العالية. أنا أخدم أهل المدينة وحجاجها ومعتمرينها بفضل الله، كنت طبيب في الهلال الأحمر السعودي وأشارك كثير في مواسم الحج. تخدم جميع المواطنين والمقيمين والمعتمرين والحجاج في هذه العيادة، كبيرهم وصغيرهم وأنثاهم وذكراهم. حملات مملكة البحرين في المدينة المنورة تهافتت منذ عدة أيام، حيث زارت هذه المدينة المقدسة نحو 15 حملة بحرينية، وتواصلت من جانبها بعثة المملكة في زيارة عدد منها، وذلك للاطمئنان على حجاجها والوقوف على مدى توفير حملاتهم سبل الراحة والسلامة لأفرادها. احنا قبل ما نجي كنا ماخذين دورات تدريبية مع وزارة الصحة ومواصلين معاهم الحين، وعلى طول على اتصال معاهم. احنا دورنا هي ان احنا نحاول قد ما نقدر نحاول نخفف من الامراض المزمنة، نعطيهم الارشادات، نعطيهم الشغلات اللي يحتاجونها، ونكون معاهم في اي ظرف طارئ لا سمح الله. اول محطة كانت هي الى المدينة المنورة مع عددنا المصرح به من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية. كانت رحلة ميسرة موفقة ضمن الإجراءات المعمول فيها في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. أحب أن أشكر الأخوة القائمين في بعثة مملكة البحرين، مكتب شؤون الحج والعمرة، على جميع التسهيلات وجميع التواجد في مختلف المحطات التي يحتاجها منظمون الحج والعمرة والتي يحتاجها الحاج البحريني. 3 ليال قضتها البعثة في دار طيبة، وها هي تشد الرحال كي تواصل عملها في بيت الله الحرام، حيث مكة المكرمة، مودعة مدينة رسول الله. أنا المدينة قلبي بالهدى غسلا، وهدب عيني بنور المصطفى كحلا. أنا المدينة من في الكون يجهلني، أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا. لتلفزيون البحرين صالح يوسف، المدينة المنورة.